نعرف بالضبط ايه اللي بيحصل في باريس وفي مارسيليا من المحلل السياسي التونسي الاستاذ نزار الجليدي. استاذ نزار، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بحضرتك. هل الاوضاع استقرت دلوقتي؟ في واقع الامر، ان اخترنا من العناوين لهذه الليله في ليله عيد الميلاد نقول بانها ليله الهدوء الحذر جدا جدا، ومن العناوين الاخرى ان قلنا بانه رضى الخصمان ولم يرضى القاضي. رضى الأكراد بعد أن تناقشوا مع الحكومة الفرنسية صباحا مع النائب العام وفي المساء مع وزير العدل، ولكن من لم يرضى هو الصوت الاجتماعي، لأن التوقيت الاجتماعي في فرنسا هو الذي يحفز إلى ما وقع من عنف وما وقع من مظاهرات. نعم، وجع الكرد كبير وكبير جدا، وإلى حد هذه اللحظة تتتالى الأحداث. إلى حد هذه اللحظة ترفض وكالة الإرهاب وترفض قطب الإرهاب أن يصنف العملية كأنها إرهابية، رغم المطالب السياسية من اليسار. جون ليك ميلانشون كان في قلب الحدث اليوم وقال على الدولة أن تصنف هذا العمل بإرهابي. زالت الحكومة الفرنسية تصر على أنه فقط عمل عنصري ضد الأكراد، ولكن هناك منحة آخر تصعيدي كما قلت لك. هناك زمن سياسي في فرنسا، هناك زمن اجتماعي، حالة اختناق كبرى في فرنسا. طيب، ربما كان هذا الحدث هو الشرارة. أستاذ نزار، معلش أنا آسف، هل تصنيف حادث إطلاق النار على مجموعة الأكراد والثلاثة اللي ماتوا، هل هيفرق تصنيف عنصري أم أنه عمل إرهابي؟ طبعا يفرق كثيرا لدى الأكراد، يريدون أن يصنفوه إرهابيا حتى ينجحوا في قضيتهم، لأنهم خسروا قضية أخرى في فرنسا منذ 10 سنوات وظلت في رفوف المحاكم. الحكومة الفرنسية لا تريد تصنيفا إرهابي باعتبار أنها أكبر فترة لنزول السياح إلى البلد، إلى باريس، بعد سنوات من الكساد الاقتصادي. لذلك لكل مرجعيته هذا أولا. ثانيا، التصنيف الإرهابي قد يساعد المهاجرين غيرهم الأكراد أو مهاجري شمال أفريقيا أو الأفارقة بأن يدفعوا إلى القانون الجديد الذي يريدون أن يمرر في بداية شهر مارس، وهو قانون التسوية العامة. هذا القانون الذي تريد الحكومة أن تمرره، ولكن ربما هنا ما يوصف بالاستغلال السياسي للحدث. ولكن المشكل الكبير أن فرنسا تعيش على وقع احتجاج اجتماعي كبير جدا ورجوع نخبوي نقابي جمعوي للانتفاض على الوضعية الاقتصادية الاجتماعية المرتهنة الآن في فرنسا. لذلك كانت تعد العدة بتمامها إلى شهر جافي، ولكن جاء هذا الحادث ربما ليخلق استفزازا في الشارع. وهذه نقطة أفيدها لكم، الاستفزاز الذي وقع اليوم ليس من الكرد، هو استفزاز تركي لبعض الشخصيات التركية بأكراد خلال المظاهرة. لذلك فرنسا بكل قواها تريد أن تذهب إلى الهدوء التام، تريد من خلال رسائل مشفرة عن طريق الرئيس ماكرون، عن طريق التويتر، أو عن طريق وزير العدل أو النائب الأول المحافظ الأول لبخيفي في باريس، عندما استقبل الأكراد أراد أن يقول إنهم أكراد فرنسا حتى لا تكون قضية سياسية. ونحن نعلم معقفين وقع من اجتماع منذ يومين بين وزير الخارجية التركي ووزير خارجية السويد الذي طلب من أوروبا ترحيل الأكراد. إذا ربطنا الأحداث والأزمنة في وضعها الإقليمي ربما يذهب البعض لأنها مؤامرة دولية، ولكن فرنسا تريد أن تبقى هذه المسألة مسألة شأن داخلي خاص. وضحت الفكرة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي من باريس، شكرا جزيلا لحضرتك.